لطيفة من الدار البيضاء. لالا لطيفة صباح الخير. صباح الخير اختي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. لالا الحمد لله، لاباس الحمد لله. نعم اختي، غنعطيك حلوة بالشريحة ما كطيبش. حلوة ديال الشريحة؟ الشريحة بلا ما نطيبها. اه اه عندنا ربعة الشريحة. ربعة الشريحة، ربعة الزنجلان. ربعة الزنجلان، ربعة اللوز ولا كاوكاو؟ ربعة اللوز ولا كاوكاو؟ اها وربعة الشكلاط. كاوكاو، ربعة الشكلاط، وربعة المعالق ديال العسل ولا على حساب الحلاوة؟ ربعة المعالق عسل ولا لا بغينا نزيدو نزيدو، بغينا نقصو نقصو. إيه؟ اه هذيك السيدة ذوقو راه كتجي زوينة. كناخدو الشريحة كنغسلوها ونفوروها تفور مزيان مع حساب الفرشيط، ونزيدو عليها هذيك ربعة المعالق العسل. الجلجل كنحمرو ونهار مشلو شوية. اللوز هو يتحمر ويتهرمش ولا اللي يبغى يقليه. صافي، وكن ندوبو الشكلاط ونخلطو هاد الخليط وندوبو الشكلاط ونديرو كويرات صغار. ونديرهم في القويعطات. ايه ونقدموهم في الصحة وراها. ونديرو لهم خطوط الشكلاط البيض ولا باللوز ولا بالكاوكاو. يعني كيبقى لنا الاختيار.